السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شباب مع المثال الثاني في البرايتون سايكلز، والذي سنبحث فيه مسألة الريفرسيبيليتيز التي قلنا سابقا إذا تذكرون أنه we are assuming all the components to be internally reversible. وإذا نبغى نبحث مسألة الاكتواليتي أو الريل لايف، فقلنا أنه فقط في التيربين والكمبريسور سنبحث تأثير الريفرسيبيليتيز عن طريق الحصول على الايزنتروبيك افشنسي سواء للكمبريسور أو للتيربين. وأما الريفرسيبيليتيز التي تحصل في البايبز التي يمر عبرها الكمبرست اير هنا من 2 إلى 3 أو من 4 إلى 1، والتي ستؤدي إلى نقصان الضغط تدريجيا بسبب الاحتكاك بجدران الأنابيب، ونفس الشيء يقال ها هنا، فإن هذه المسألة خارج إطار ثيرموتو الآن، ولربما تدرسونها مستقبلا. من دون أي تأخير، موران أعطاكم المثال هذا اللي هو نفس المثال السابق اللي حليناه في الحلقة السابقة، ورابطها موجود أسفل لأني بأكون مستعجل شوية في إيجاد الانثالبز at 2S و at 3 و at 4S، لأن احنا جبناها من أول. يقول لك example 9.6 يتكلم عن الأداء أو performance of a Brayton cycle ولكن مع irreversibilities. Reconsider المثال السابق 9.4 ولكن الآن مع isentropic efficiency خاصة للتربين وللكمبريسور مقدارها كم؟ 80%، مع ملاحظة أن الداتا هي يدخل الهواء إلى الكمبريسور at 300 كالفن و 100 كيلو باسكال، وعندك compression ratio مقدارها 10 اللي هو B2 على B1، ويتم تسخين الكمبرست اير من 2 إلى 3 لحد ما يوصل إلى 1400 كالفن. طيب إذا ما هو الجديد؟ الجديد يا بني أنه سيكون عندنا إكسترا ستيت هنا 2 وإكسترا ستيت 4، وستيت 2 هنا التي كنا نسميها 2 سابقا ستصبح 2S اللي هي إيزنتروبيك، وستيت 4 التي كنا نسميها سابقا 4 ستصبح إيش؟ 4S. الستيتس 1 و2S و3 و4S موجودة في الفيديو السابق اللي الرابط حقه موجود أسفل، لهذا سأمر عليها بسرعة. لكن خلني أذكرك أنه يبغى الثيرمال إفشنسي الهدف من هذا السؤال ككل، والثيرمال إفشنسي زي ما اتفقت أنا وياك أنه النتورك على الهيت سبلاي تو ماي كومبرست اير هنا، والنتورك هو حاصل طرح الكمبرسر وورك فروم التيربين وورك. لو عوضت الانثالبس ستجدها زي ما تشوف أنت الآن، معناته انه لازم اجيب H1 و H2 و H3 و H4. بسم الله الرحمن الرحيم. ستيت 1 زي ما انتم عارفين يا شباب 300 كالفن، وجبنا الاتش حقتها في المثال السابق كانت ب 300.19 كيلو جول بير كيلو جرام. وستيت 2S هنا استخدمنا الايزنتروبيك ريليشن هذه واوجدنا البي ريلاتيف 2 ات ستيت 2S هنا، وبالتالي قدرنا نحصل على H2S بالمقدار هذا، وهذا موجود أيضا في المثال السابق. الجديد الآن اللي أباكم تركزون معايا هو إيش؟ State 2 هنا. كيف أستطيع أن أحصل على State 2؟ والله تحصل على State 2، خلينا نكبرها شوية، عن طريق استخدام الأيزنتروبيك إفشنسي أوف ذا كومبريسور. طيب إيش تعريف الأيزنتروبيك إفشنسي أوف ذا كومبريسور؟ والله كان يقولون إنها الأيزنتروبيك وورك على الأكتوال وورك بالنسبة للورك كونسيومين ديفايسز، أوكي؟ وبالنسبة للwork producing devices كانوا يحسبونها كالتالي: الactual work على الisentropic work. لكن طريقتي مع طلابي، لأني أنا إنسان أنسى بكثرة، أسميها القليل على الكثير. بالنسبة للكمبرسر القليل زي ما أنت شايف شو هو؟ هو الisentropic work أقسمه على الactual work. لما أروح للتربين الactual هو القليل، أوكي، والisentropic هو الكثير، فيكون هو في المقام. طيب معناته أنه I will say in 80% اللي أعطاني إياه تساوي H2S ناقص H1 مقسومة على H2 على H1. تمام هذا ما سأصنعه الآن، وترى أني استخدمت الايزنتروبيك إفشنسي حل الخاصة بالكمبريسور H2S minus H1 على H2 minus H1. H1 أعرفها و H2S أعرفها، وبقي علي أن أوجد H2. أضرب الطرفين في الوسطين وسوي rearrangement وتأمل في هذه الصيغة، ستجدها مقنعة جدا. ابدأ بالتعويض ستحصل على أنه H2 649.83 كيلو جول بير كيلو جرام.
طيب اتش 3 سهله جدا لاني بقرا الانثالبي ات 1400 كالفن طلع لي 1515.4 كيلو جول بير كيلوغرام، وايضا اقرا البيرلتف 3 عشان ايش؟ عشان اجيب ستيت 4 اس هنا كما صنعنا في المثال السابق، لان البروسيس من 3 الى 4 اس ايزنتروبيك اكسبانشن، اطبق الايزنتروبيك ريليشن هذه واحصل على البيرلتف 4 هنا ب 45، سوي انتربوليشن وستحصل على H4S ب 808.5، هذا كله في المثال السابق. طيب كيف اجيب الان H4؟ اها نفس الطريقه اللي قلت لك اياها، تستخدم الايزنتروبيك افشنسي اوف ذا تيربان هنا وتقول انه الايزنتروبيك افشنسي اوف ذا تيربان تساوي الاكتوال ورك لانه القليل هنا which is H3 minus H4 divided by الايزنتروبيك ورك اللي هو H3 minus H4S. طيب اضرب الطرفين في الوسطين وسوي rearrangement وتأكد انك تقدر تفهم هذه الصيغة، عوض H3 موجودة عندك و H4S جبناها قبل شوية، تطلع لك H4 هنا بكم؟ ب 949.88 كيلو جول بير كيلوغرام. انت الان جاهز تعوض يا ولدي، عندك H1 و H2 و H3 و H4. الشيء الوحيد الذي تغير عن المثال السابق هو ان H4 اصبحت كم؟ 949.88، بينما كانت سابقا في المثال السابق 808، و H2 أصبحت 649.83، هذه هي H2، بينما سابقا في المثال السابق كانت 579.9. لكم أن تتخيلون أن الإفشنسي نقصت إلى قرابة 24.5، وهي كانت سابقا في فوق 40 تقريبا في المثال السابق. أتوقع الآن أنه مفهوم الريفرسابيلتيز لو جاك تقدر تجيب الإكسترا انثالبس at state 4 و state 2. وبالتالي ننهي هذه الحلقة على أساس نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.